موجودين ب مهرجان الموجة اللي منظمة سعيديا ريزورت. كنقول لهم شكرا بزاف على التنظيم اكثر من رائع، وان شاء الله نكون فنانين البروغراميين كل سنه باذن الله. شنو هذا الموضوع تاعك الاول؟ اول مره غادي نجي للسعيديه. السعيديه من الشواطئ اكثر من رائعه، ومن الشواطئ اللي كنبغيهم انا شخصيا كبنيه باطمه، وكاع المغاربه كيبغيو كيجيو لهم في كل بقاع العالم. تبارك الله عليهم. وجايه في الطريق باش نشوف ما شاء الله عندنا بزاف المناظر في بلادنا، بلادنا زوينه، غير خاصنا نخرجوا ونكتشفوا في هذا المكان. بالنسبه اغنيه خربوشه، واش قربت دير لها الاصدار ديالها؟ لا تبقي معطلة الصقع، خرجت دخلت الروينة وغنيت دابا كليب ما شهد لك على بغيتي الكليب. صافي غنديرو الكليب دابا. خرجت ولقات واحد الصدى جميل بزاف، ولكن سعيدية. صافي كانت أول خروج ديالها في السعيدية. بالنسبة أول مرة تغنى في السعيدية، صافي نديرو الكليب في السعيدية. بالنسبة للتسرب اللي تسربت في السعيدية، غادي يكون شي متابعة قضائية ولا غادي تخلي؟ أكيد أي حاجة كيكون فيها متابعة قضائية، ولأن القانون عندنا في بلادنا وما كناش سيبو في البلاد. وبالعكس الأغنية كانت جميلة، خرجت في ديك الوقيتة ولا دابا ولا غدا، الدنيا باطنة عمرها صوتا مزيان. وأغنية نزلات ولقات واحد الصدى، وكان عند يعني ذاك التريب كان عنده واحد الحاجة زوينة، أنه كان طلع ترند في تيك توك، وكنقول لهم شكرا بزاف. ولكن أي واحد دار غلط ضروري أنه يتعذب. شنو الصنف الغنائي اللي كترتاحي له أنت؟ أنا الصنف الغنائي اللي كرتاح فيه، شوف كاين طربي وشعبي. شعبي لأنه ملي كنت صغيرة كبرت في مجموعة مسناوة، كبرنا في المتاهات، كنا في الريوان، دونك كبرت وترعرعت في واحد الجو شعبي. دونك الشعبي والطربي. تقدري ترجعي هناك عندك شي حاجه ترجعي للسعوديه؟ اكيد. واش لا ترجعي واش شي سهره ولا تقدري ترجعي لها هكاك من حيت عجباتك؟ في الحالتين نرجع للسعوديه زوينه كمدينه، وكذلك نرجع الى كانت عندي خدمه. علاش لا؟ شنو تبغي تقولي للجمهور؟ كنقول لهم شكرا بزاف وكنحماق عليكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.